السلام عليكم شباب تانية ثانوي، اخباركم ايه؟ يلا شباب نكمل مع بعض ونبدا ندخل في الموديل اكزامز الموجود عندنا في كتاب المعاصر. نسمي لك يا شباب ونشوف اول موديل اكزام. اكزام موديل نمبر 1 بيقول لي يا شباب، بيقول لي 3 كونسيكوتيف اليمنتس اكس واي اند دي، يعني 3 اليمنتس متتاليين زي اكس واي اند زي ان ذا بيريوديك تيبل اف ذا اليمنت اكس. لو الاليمنت اكس يا مستر محمد، الاليمنت اكس اللي في الاول ده ماله؟ بيقول لي اف ذا اليمنت اكس از ا نوبل جاز. لو الاليمنت اكس ده يا مستر محمد عباره عن نوبل جاز، وات از ذا سيمبل اوف ذا ايون اوف ذا زي. طب واحده، هو قال لي ان اكس ده هو النوبل جاز. بسرعه كده يا شباب تعالى نرجع على شكل التيبل واقول لك شكل التيبل بسرعه عامل ازاي. لو جينا شباب شكل المودرن بيريوديك تيبل بالمنظر ده، هنبص شباب نلاقي ان احنا عندنا المعروف ان النوبل جاز طبعا هي الاليمنتس اللي موجوده عندي في اخر جروب في المودرن بيريوديك تيبل. طب ده كلام جميل، بمعنى ان دلوقتي لو انا جبت جروب 90 كده ده يا شباب النوبل جاز. طب تمام، وهو بيقول لي يا مستر محمد، هو بيقول لي ان الاليمنت اكس هو نوبل جاز. طب تمام، يعني كده يا مستر محمد الاليمنت اكس ماله؟ الاليمنت اكس هو عباره عن نوبل جاز ده او ده او ده او ده. وقال لي ان الواي والزد هم اليمنت متتاليين بعد الاكس، يعني لو ده الاكس هيبقى الاليمنت واي هو الاليمنت المتتالي بعديه. طب هو في حاجه بعديه؟ قال لي لا. قال لي يبقى روح بسرعه على الاليمنت اللي هناك. بمعنى ايه؟ قال لي بمعنى لو انت عندك يا مستر محمد بسرعه، لو انت عندك ان ده الاليمنت رقم 10 ده المودرن او ده الاتوميك نمبر بتاع النيون 10، فالاليمنت اللي بعديه هو الصوديوم 11. يعني كده يا مستر محمد ايه المقصود في الحته دي بسرعه عشان نخلص؟ المقصود بسرعه يا شباب ان انت عندك الاليمنت اكس ده هو نوبل جاز، فالاليمنت واي موجود في جروب 1 اي. طيب والاليمنت زد موجود في جروب 2 اي. طب تمام، هو عايز ايه؟ بيقول لي وات از ذا سيمبل اوف ذا ايون اوف زد. تمام، مش ده موجود في جروب 2 اي؟ قال لي ميتال لوز يعني بوزيتيف 2، يبقى اذا هتبقى زد بوزيتيف 2 اللي هي اجابه دي. تمام، نخش على السؤال اللي بعد كده. بيقول لي هير ار هايبوثيتيكال سيمبلز اوف فور اليمنتس ايونز A بوزيتيف 2 B نيجاتيف 1 C بوزيتيف 2 D بوزيتيف 2. بيقول لي عندك فور سيمبلز افتراضيين، فور اليمنت ايون، لفور اليمنت ايون عندنا. وقال لك ايه هم الاليمنت ايون اللي هو قايلهم؟ بيقول لك which of the following statements represent all these ion. بيقول لك ايه الجمله اللي هتعبر عن الايونز دي؟ اول تشويس بيقول لك the number of electrons in each of them is higher than number of proton. واحده، انت عندك هنا الايه ده؟ مش ليه هنا اتوميك نمبر؟ قال لي يا مستر محمد ليه هنا وليكن اتوميك نمبر. طيب وبعدين؟ قال لي الاتوميك نمبر بتاع ايه؟ مش ده بيعبر عن النمبر اوف بروتون والنمبر اوف الكترون؟ قال لي مظبوط، بس هنا الاليمنت ايه ده؟ عمل لوز لتو الكترون، فكده النمبر اوف الكترونز عنده لزان نمبر اوف بروتون. طب ده كلام جميل، وهو اول جمله بيقول لي نمبر اوف الكترون از هاير ذان او نمبر اوف الكترونز ان ايتش اوف ذيم از هاير ذان ذات اوف بروتون. هنا شاب اول اليمنت اصلا عدد الالكترونز فيه اقل مش اعلى، فهنا مش هاخد اول اختيار. نكمل. B their nuclei contain the same number of neutrons. هل كلهم عندهم نفس النمبر اوف نيوترونز؟ لا برضه. ليه؟ مفيش تو اليمنتس عندهم نفس النمبر اوف بروتون ولا عندهم نفس النمبر اوف الكترونز، وبالتالي مش هيبقى عندهم نفس النمبر اوف نيوترونز. C their nuclei contain the same number of proton. لا طبعا مفيش two element عندهم نفس الاتوميك number، فبالتالي مفيش a nuclei او their nuclei contain same number of proton، مش هينفع اختارها. طب دي بنقول the electronic configuration of each of them تمام ماله is similar to that of the nearest inert gas. واحده شباب، هو ليه element اصلا بيميل ان هو يعمل lose
لتو الكترون زي ده او جين لوان الكترون زي ده؟ قال لي عشان يبقى شبه اقرب نوبل جاز عنده، يبقى مور ستيبل، يبقى اكتر استقرار. ليه؟ ما هو يبقى ساعتها نيرست تو نوبل جاز، او هو شبه النيرست نوبل جاز ليه. يبقى كده اجابتي هنا تكون دي. تمام كده يا شباب، نخش على اللي بعده. بيقول لك element x burns in air. element x يشتعل في الهواء، forming white powder، بيكون white powder. which when dissolve in water it form a solution turns the red litmus paper into blue. معنى كلمة ان litmus paper اتحولت لبلو، يعني كده الاكسايد اللي ده في المية ده هو basic اوكسايد. طيب والبيزك اوكسايد يا مستر محمد، قال لي البيزك اوكسايد يا مستر محمد هو الميتاليك اوكسايد. طب كلام جميل، اكمل بسرعه السؤال. بيقول لي وات از ذا بريبيبل نيم اوف ذيس اليمنت، ايه هو اسم الاليمنت ده؟ انا مبدئيا عرفت ان اكس ده ميتال ولا نون ميتال، قال لي لا عرفت ان اكس ده ميتال. تمام يبقى كده لازم اختياري يكون ميتال. تمام، هل السلفر ميتال؟ لا. هل الايودين ميتال؟ لا. تمام، هل الكربون ميتال؟ برضو لا. يبقى انت كده الميتال الوحيد اللي موجود عندك هو المغنيسيوم. وعشان اتاكد بسرعه يا مستر محمد هروح ابص على المودرن بيريودك تيبل. فين المغنيسيوم؟ اهو المغنيسيوم موجود في جروب 2A. جروب 2A هم الالكالي، او مش الالكالي ميتال، هم الجروبس اللي فيهم الميتالز، او جروب 1A و2A اللي فيهم ميتالز. الالكالي ميتال شبه بالمناسبه هو جروب 1A سوري. تمام، نخش على اللي بعده. بنقول يا شباب in which of the following ions the electron cloud has larger volume. ايه الالكترون كلاود؟ قال لي الالكترون كلاود هي المنطقه اللي كان بيزداد فيها احتماليه وجود الالكترونز. طب تمام، مين في دول عنده احتماليه وجود الكترونز اكتر في الالكترون كلاودز؟ تمام حلو، او مين فيهم الالكترون كلاودز بتاعته هتكون فيها الكترونز اكتر؟ قال لي فيها الكترونز اكتر، يعني مبدئيا لازم يكون لي الكترون كتيره، يعني لازم يكون لي اتوميك نمبر كبير. وبعد كده يفقد ولا يكتسب، يعمل لوز ولا جين؟ قال لي لا، ما انت عايز تبقى الالكترونيك كلاود فيها الكترونز كتير، يعني يعمل جين للالكترونز، يعني اذا مش هختار بي ولا هختار سي. كده اجابتي اما ايه يا اما دي. طب تمام، ايه او دي بناء على ايه؟ قال لي بناء على حاجه بسيطه قوي، قال لي انت تعرف الاتوميك نمبر للسلفر والنيتروجين واشتغل يا معلم بسرعه. طب تمام، يلا نعرفها، يلا بسرعه نعرفها. السلفر كده كده 16، وتعالوا نروح نتاكد بسرعه السلفر كام هو، وال مين كان مع السلفر برضه نتاكد عشان نجيب الاتوميك نمبر بتاعهم، هما الاثنين السلفر والنيتروجين. النيتروجين كده كده 7، بس تعال نجيبهم برضه من التيبل. وانت في الامتحان لو معاك ورقه المفاهيم بتاعتك موجود فيها ان شاء الله المودرن بيريودك تيبل. فين السلفر؟ قال لي السلفر اهو يا مستر محمد 16. طب تمام، السلفر 16 والنيتروجين، قال لي النيتروجين 7. يلا بسرعة يا شباب نروح نشتغل على كل واحد فيهم. انا دلوقتي بقول ايه؟ بقول ان السلفر 16 زي ما انا لسه قايل، يعني لو هعمل له الكترونيك كونفيجريشن هيبقى 1s2 2s2 2b6 كده 10 يا شباب، وبعدها 3s2 كده 12، وبعدها 3b كده ناقصني كام من 16؟ قال لي ناقصناك 4، قال لي حط ال 4 هنا. طيب حلو، ده عمل جين لكام الكترون؟ قال لي يعني زود هنا 2 الكترونز تانيين. حلو قوي، يعني كده اجمالي النمبر اوف الكترونز 16 بلس 2 كده 18 الكترونز. تمام، هو هنا هيعمل جين ل 2 الكترونز. ما تقولش ليه مستر محمد قال 16 بلس 2 وهي نيجاتيف 2؟ لا، نيجاتيف 2 دي معناها السلفر عمل جين ل 2 الكترونز. تمام، فبالتالي 16 الكترونز اللي موجودين عند السلفر بلس 2 الكترونز يعني 18 الكترونز. لكن النيتروجين 7 يا شباب 1s2 2s2 تمام و2b، قال لي 7 يعني 2b3. طب تمام، النيتروجين عمل جين ل 3 الكترون يعني زود لي هنا 3 تاني، يعني كام؟ 7 بلس 3 يعني 10 الكترونز. 10 الكترونز اكتر ولا 18 الكترونز اكتر؟ قال لي لا اكتر عن ال 18، فهتبقى اجابتي هي السلفر. تمام،
خش على نمبر 5 بيقول لك what is the number of electrons lost or gained by nitrogen atom in this conversion. هو هنا عايز يعرف النيتروجين اتوم لما دخل وخرج هل هو عمل لوز ولا عمل جين. قال لي بمنتهى الهدوء تعرفها ازاي؟ لما تحسب الاكسيديشن نمبر للنيتروجين هنا وهنا بكام. يلا بسرعه شباب، يلا بسرعه مستر محمد. NO2 يلا ازاي احسب الاكسيديشن نمبر للنيتروجين؟ قال لي N بلس 2 اكسجين، الكلام ده كله هيبقى ايكوال 0. طب الاكسجين قيمة الاكسيديشن نمبر للاكسجين فاغلب الكومباوند بتبقى نيجاتيف 2، بمعنى N بلس 2 تايمز نيجاتيف 2 الكلام ده ايكوال 0. يعني النيتروجين الواحدة ايكوال كام؟ قال لي 2 تايمز نيجاتيف 2 يعني نيجاتيف 4، تروح الناحية التانية بالبوزيتيف تبقى بوزيتيف 4. يبقى هنا كده يا مستر محمد النيتروجين كان داخل بوزيتيف 4. طيب يلا نشتغل الجزء الثاني. تمام، اعمل ايه في الجزء الثاني؟ اقول لك مين اللي عايز اشتغل عليه. قال لي هو ال N2O3، ادي ال N2O3. يلا بسرعه احسب لي قيمه النيتروجين في الكومباوند ده. 2 نيتروجين بلس 3 اكسجين، الكلام ده كله ايكوال 0. اوكي، ال 2 نيتروجين زي ما هي موجوده بلس 3 تايمز نيجاتيف 2 لان الاكسجين في الموست كومباوند نيجاتيف 2، الكلام ده كله ايكوال 0. طب تمام، 2 تايمز نيجاتيف 3 او نيجاتيف 2 تايمز 3 نيجاتيف 6. تمام، تروح الناحيه الثانيه بوزيتيف 6، يعني 2n ايكوال بوزيتيف 6. يعني الn الواحده ايكوال كام؟ قال لي الn الواحده ايكوال بوزيتيف 3، يعني النيتروجين دخل بوزيتيف 4 خرج بوزيتيف 3. بوزيتيف 4 طلع بوزيتيف 3، يعني كده يا مستر محمد البوزيتيف التشارج قلت والكلام ده معناه ان النيجاتيف تشارج زادت. نيجاتيف تشارج زادت، يعني الراجل ده عمل ايه؟ قال لي عمل جين لالكترون، لان احنا يا شباب لما اقول لك ان النيجاتيف تشارج زادت او البوزيتيف تشارج قل يبقى كده عملنا جين لالكترون. طب جين لكام الكترون؟ قال لي جين لاونلي 1 الكترون، يبقى ات جين 1 الكترون يا شباب. تمام، خش على الكويشن اللي بعد كده. سؤال نمبر 6 بيقول لك which of the following choice is compatible with the of Bohr principle. مين يا شباب في اللي تشويس ده بيعارض البيلدنج اب او الاوف بو برينسيبل؟ طب كانت بتقول ايه البيلدنج اب او الاوف بو برينسيبل؟ كانت بتقول يا شباب ان الانرجي سب ليفل ويز لوور انرجي از فيلد فيرستلي، يعني الانرجي سب ليفل اقل في الطاقه هي اللي تتملي الاول. طب تمام، تمام المنظر اللي انا شايفه ده، مين الاقل في الطاقه؟ انا هنا عندي شهاب اس وعندي بي، مين الاقل في الانرجي؟ قال لي الاقل في الانرجي الاس. قال لي يعني لازم اللي يتميل الاول هو الاس. مين بقى بيخالف الكلام ده هنا؟ قال لي لا ده بيخالفش مش هختاره، وده برضه ما بيخالفش. ليه ما بيخالفوش يا مستر؟ لان هما مالوا الاس الاول فعلا. تمام، دي واصلا ما فيش اس، يبقى اذا ده برضه ما بيخالفش. لكن هنا انا حط عندي الكترون واحد بس في الاس وبعدها مليت البي ومن غير ما اخلص الاس، قال لي يبقى اذا انا هختار الاجابه سي لانها هي اللي بتخالف الاوف بو برينسيبل او البيلدنج اب برينسيبل. يلا عشان ندخل على السؤال اللي بعد كده، بيقول لك 7 which of the following choices represent both location and the block of the element whose atomic number equal 24. طب تمام، الاتوميك نمبر ايكوال 24 مظبوط يا شباب. اتوميك نمبر ايكوال 24 يلا نعمل الكونفيجريشن. تمام، 24 ممكن نعملها بطريقتين، طريقه النيرست نوبل جاز. تمام، ارجون 18. تمام، وبعد كده انا كده عندي ارجون 18، ثم هقول 4s2 3d. انا كده 18 بلس 2 20، باقي لي كمل 24، قال لي باقي لي 4 بس. واحده واحده يا شباب، انت عندك الدي كان فيها كام اوربيتال؟ قال لي الدي يا مستر محمد فيها 5 اوربيتالز، ادي 1 ادي 2 ادي 3 ادي 4 وادي 5. الدي هنا فيها 1 2 3 4، صح كده ولا غلط؟ قال لي تمام. قال لي بس هنا يا شباب في اكسبشن، في الاتوميك نمبر ايكوال 24 وده كان الخاص بالكروميوم، والاتوميك نمبر ايكوال 29.
9 ده كان بتاع الكابر. ايه اللي حصل يا مستر محمد هنا؟ قال لي اللي حصل هنا حاجه مهمه قوي. قال لي معروف ان الاليمنت بتاعنا وانا بعمل الالكترونيك كونفيجريشن عشان يبقى مور ستيبل لازم يبقى الاوربيتالز بتاعت الانرجي سب ليفل حاجه من الثلاثه، يا اما تكون فاضيه عشان يبقى الاليمنت مستقر، يا اما تكون هاف فيلدد يعني انا لما يكون هنا 4 يكون هنا 5 ساعتها تبقى مور ستيبل، يا اما تكون كومبليتلي فيلد ويز الكترون. طب تمام، انا هنا دي ناقص لي فيها كام الكترون؟ قال لي ناقص لك فيها الكترون وتبقى هاف فيلدد وتبقى مور ستيبل اكتر استقرار. قال لي خلاص استلف من الاس الكترون. استلفنا؟ استلفنا. يبقى هعمل ايه؟ قال لي يعني منتهى الهدوء انا هخلي الاس دي يا مستر محمد مالها؟ قال لي هخليها 1 عشان تبقى دي 5. قال لي ما انت كده جيت على الاس. قال لي لا جيت عليها ولا حاجه، انا الاس عندي مالها؟ قال لي الاس اهي فيها 1 الكترون، ما هي هاف فيلدد برضه مور ستيبل. تمام. المهم كده انا وصلت وعملت كونفيجريشن كويس جدا وفهمت انا ايه الحالات اللي فيها اكسبشن عندي عشان خاطر اخلي الاتوم اوف اليمنت مور ستيبل، يا اما اخلي الانرجي سب ليفل الاوربيتالز بتاعته يا اما تكون كومبليتلي فيلد او هاف فيلدد او تكون امبتي او فاضيه. طيب بسرعه، هو عايز يعرف اللوكيشن. طيب مستر محمد واحده واحده، انا عندي ايه؟ قال لي انت عندك حضرتك 4 اس، اخر اس عندك 4، يبقى انت كده بتتكلم في بيريود 4. بيريود 4 يبقى انا كده عايز بيريود 4، يبقى انا كده اجابتي يا مستر محمد بتلعب ما بين A وما بين D، يبقى كده مش معايا C ولا معايا A. طيب ماذا بعد؟ قال لي يا مستر محمد حضرتك الاليمنت ده موجود في انهي بلوك؟ قال لي موجود في الدي بلوك عشان منتهي بال 3D. قال لي موجود في الدي بلوك؟ موجود في الدي بلوك. قال لي يعني اذا انت بتتكلم ان الاليمنت بتاعك ما ينفعش ان هو يكون دي عشان البلوك هنا بي، يبقى كده انت باجابتك بالاستبعاد من غير ما تكمل حتى وتخش في الجروب انت اجابتك بي. طب عايز اتاكد اكتر، انا بيريود 4 اتاكدت والبلوك دي اتاكد. الجروب قال لي انت الجروب عشان تجيب رقم الجروب بتاعك بتاخد الالكترونز اللي في الاس واللي في الدي مع بعض، طالما الاليمنت ده منتهي بدي او في الدي بلوك بتجيب رقم الجروب من مجموع الاس الاخيره والدي. طب 5 بلس 1 قال لي يعني 6، وده موجود في بلوك دي يعني 6 بي. تمام كده يا شباب، يا رب تكون المعلومه وصلت. بيقول لك وات از نمبر اوف اليمنت ويتش از مي فورم كومباوند بات ويز جريت ديفيكالتي. مين هم الاليمنت اللي بيعملوا لي كومباوند ولكن بصعوبه جدا، صعوبه شديده على ما يعملوا كومباوند؟ قال لي النوبل جاز. طب تمام، بيقول لي وات از نمبر اوف اليمنتس ويتش مي فورم كومباوند بات ويز جريت ديفيكالتي ان فورث بيريود. اي بيريود موجود عندي في المودرن بيريود كتير وما فيهاش غير نوبل جاز واحد، يبقى انت هنا كده اجابتك هتكون 1. برافو يا هيما. 9 بنقول فيها ايه يا هيما؟ بنقول وات از نمبر اوف اليمنتس ان ويتش ذا اوربيتال اوف 4 دي سب ليفل كونتين 1 اور مور سنجل الكترونز. 1 اور مور ايه يا هيما؟ صلي على النبي يا هيما. ادي الفور دي، ادي الفور ايه يا هيما؟ دي. الدي ابراهيم كان فيها كام اوربيتال؟ قال لي معروف الدي كان فيها 5 اوربيتالز. ادي 1 ادي 2 ادي 3 ادي 4 ادي 5. هو بيسالك بقى ايه هما النمبر اوف اليمنتس ان ويتش ذا اوربيتال 4 دي كونتينز 1 اور مور سنجل الكترون، فيها سنجل الكترون او اكتر. طب صلي على النبي ابراهيم. ده سنجل الكترون، ده كده اول اليمنت. ده كده سنجل الكترون تاني، تاني اليمنت. تالت، رابع، كده 5 اليمنت. برافو، برافو. 6 7 اوكي 6 7 وانا مظبوطه. تعالى نعد تاني. 8 ينفع احط هنا الكترون يا ابراهيم؟ قال لي لو هتحط هنا الكترون هيبقى ناقص لك واحد وتكمل ال 4 دي. قال لي بنقوم احنا مكملين بواحد زي عامله مين اللي لسه قايله في السؤال اللي قبليه، زي عامله الكابر يا دي ابراهيم. الكابر كان سي يو 29 خدتوه انتوا في الترانزيشن اليمنت. الكابر لما كنا باجي اوزعه كنت بوزعه ازاي؟ قال لي كنت بوزعه بالمنظر ده ارجون 18 وبعدها بقول 4 اس 2 3 دي. طب 18 و2 يا ابراهيم كام؟ 20 ناقصك كام 29؟ 9. كنت تيجي تحط هنا 9 اقول لك لا، طب ليه؟
دي ناقص لها الكترون وتبقى كومبليتلي فيلد. فعاملين ايه ساعتها هيما؟ انهم بمنتهى الهدوء سالفين الكترون من الاس وتبقى 4s1 3d10. لذلك يا ابراهيم انا عملت ايه؟ ما تتكتب يا اوت باش ريزل كده. ايه ده؟ يخرب بيت التناحة. ماشي زي الفل. حاجة صعبة هيما؟ طيب حلوة. شفت حتى البتاع بترازينة. شفت حتى السمارت بترازينة. ماشي يا ابراهيم انت صلتها عليا يا رد، صلتها عليا تشتغلوني. ماشي ماشي. المهم يا شباب يبقى انا كده عندي زي ما قلت ما ينفعش يكون في الكترون موجود هنا، ده ما ينفعش حد يكون موجود ولا ده ينفع يكون موجود. فبمعنى اصح انت اخرك والله يا مستر محمد تعمل كده. يبقى كده كام اليمنت؟ قال لي كده 1 2 3 4 5 6 7 8 اليمنت يا مستر محمد، اللي هي انا اجابه هيما الاجابه بي. خش على اللي بعده هيما. 10 بنقول which of the following choice represent the electronic configuration of atom which has higher electron affinity. صلوا على النبي يا شباب عليه الصلاه والسلام. الالكترون افينيتي increase in the same period. الالكترون افينيتي يا شباب بتزيد في البيريود الواحده، وانا ماشي في البيريود الواحده الالكترون افينيتي بتزيد وفي الجروب بتقل. حلو. طيب ده كلام جميل. قال لي يعني طول ما انا ماشي كده الالكترون افينيتي بتزيد. يعني لو دخلت يا مستر محمد وقارنت بين اليمنت موجود في البي بلوك واليمنت موجود في الاس بلوك، قال لي طبعا اللي في الاس بلوك اقل الكترون افينيتي لان الاس مكانهم هنا في التيبل لكن البي مكانهم هنا. قال لي يعني مفيش اليمنت في الاس ليه الكترون افينيتي عاليه، يبقى اذا مش هختار سي. اجابات يا اما ايه يا بي يا دي. طب يا مستر محمد ايه ولا بي ولا دي؟ قال لي على حسب، كل ما تكون متطرف ناحيه اليمين اكتر ومقرب للنوبل جاز يبقى انت ليك هاير الكترون افينيتي. بمعنى تكون موجود في جروب 7B او 7A قصدي ولا موجود في جروب 5A؟ قال لي لا طبعا اكون موجود في جروب 7A. اشمعنى؟ قال لي لان انا كده بكون قربت للنوبل جاز، يعني بعدت بقدر الامكان في البيريد، فبالتالي ليا هاير الكترون افينيتي. طب يلا نعمل ايه؟ اقول لك هنعمل ايه؟ اول اليمنت موجود في جروب كام؟ قال لي 2 5. قال لي موجود في جروب 7A. تاني اليمنت موجود في جروب كام؟ قال لي 2 2 موجود في جروب 4A. ماشي ده احنا قلنا مش هنختارها لانها موجوده في الاس بلوك وجروب 1A، ودي موجوده في جروب 6A. مين فيهم ابعد جروب وواصل لاخر بيريود؟ قال لي جروب 7A، يبقى هو اول اليمنت. تمام حلو قوي. طب يا مستر محمد لو انا عطلت في الامتحان اعمل ايه؟ لو معاك المودرن بريدكت تيبل بمنتهى الهدوء انت هتجيب الاتوميك نمبر لكل اليمنت. بمعنى انت عارف ان النيون هو النوبل جاز الثالث هيليوم نيون، او الثاني سوري هيليوم نيون ارجون. الاليمنت الثاني في النوبل جاز هو النيون يا ابراهيم. هو مين؟ النيون. الاتوميك نمبر بتاعه 10، فانت هتجيب الاتوميك نمبر عادي 10 بلس 2 12 بلس 5 17، وكذلك هتجيب الاتوميك نمبر لبقيه الاليمنت وتقارن انت وتشوف في المودرن بيريودك تيبل كل اليمنت مكانه فين، وهتقدر تعرف مين ليه اكبر الكترون افينيتي. خش على بعضه اهيما. 11 بنقول which of the following element has higher electron negativity. نفس القصه برضه يا ابراهيم. higher electron negativity يعني انت عايز اليمنت يكون موجود في اخر البيريود، لان انت كل ما بتتحرك في البيريود كل ما الالكترون نيجاتيفيتي والالكترون افينيتي والايونيزيشن بوتنشال بتزيد. طيب مين في دول يا مستر محمد؟ قال لي واحده واحده. خدت بالك من حاجه يا ابراهيم؟ المنيوم 13 جه بعده سيليكون 14 جه بعدها السلفر 16. ايه اللي حصل؟ مش دول كانهم مترتبين في بيريود واحده؟ وانت الالكترون نيجاتيفيتي بتاعتك بتزيد في البيريود، يبقى مستحيل اخد الالمنيوم. صح؟ وبرضه سيليكون لا، لكن مين اللي في اخر البيريود؟ السلفر. طب ليه يا مستر مش السيلينيوم؟ ليه مش الاس اي؟ اقول لك بسرعه ليه يا هيمو. انت ابراهيم خدت بالك ان انا الالكترون نيجاتيفيتي بتزيد في البيريود، خدت بالك من دي؟ وفي الجروب بتقل ولا بتزيد؟ بتقل ديكريز. خدت بالك من السيلينيوم كم؟ السيلينيوم يا هيمو. قال لي يا مستر محمد السيلينيوم مكانه فين؟ قال لي السيلينيوم اهو تحت السلفر، وانا نازل في الجروب اللي بيحصل الالكترون نيجاتيفيتي بتقل، فالسلفر اكبر من السيلينيوم. بس كده.
طيب مستر محمد بيقول لي which element has the lowest first ionization energy؟ مين فيهم اقل قيمة في الايونيزيشن انرجي يا هيمو؟ صلى على النبي هيمو. ايه العمل هنا مستر محمد؟ قال لي منتهى الهدوء انت عايز اقل فيرست ايونيزيشن انرجي فيهم؟ قال لي اه. قال لي انت برضو عارف ان انت بتتحرك في البيريود الايونيزيشن انرجي بتزيد، الاي بي انكريز، صح كده؟ حلو. وفي الجروب ديك ريز. طب حلو قوي. ماذا بعد؟ قال لي يا مستر محمد خد بالك انت هنا عندك البورون 5 الكربون 6، انت كده بتتحرك في البيريود فبالتالي الكربون مش هينفع اكتره، تمام؟ ولو وبعدين اعمل ايه يا هيما؟ قال لي يا مستر محمد وبعدها دخلت في الالومنيوم 13 والسيليكون 14، ايه العمل يا مستر محمد؟ هل حضرتك هتاخد الالومنيوم ولا السيليكون؟ قال لي وزعها. الالومنيوم يا هيما 13 يعني 1s2 2s2 2b6 3s2 وبعدها 3b1 اهم 10 و13. حلو قوي. الانرجي ليفل الثالث اللي هو الانرجي ليفل نمبر 3 في كم الكترون؟ قال لي في 3. يعمل لوز ولا جين؟ قال لي بيعمل لوز. ده هنا هيعمل لوز ل 3 الكترونز. طب يعني لو خليته يلوز 1 الكترون هيبقى الموضوع صعب ولا سهل؟ قال لي لا هيبقى سهل جدا ومش هتحتاج طاقه كبيره، فبالتالي هيكون ليه لوست فيرست ايونيزيشن انرجي. تمام كده يا شباب؟ لكن الكربون ده الميتال مش هيعمل لوز. والبورون البي 5 هتبقى 1 اس 2 2 اس 2 2 بي 1. تمام كده يا شباب؟ فبالتالي لو حتى هتعمل لوز لاي الكترونز ولا حاجه هيبقى الوضع بتاعها صعب، حتى لو وزعناها بالطريقه القديمه كي 2 ال 3 هتبقى برضو هنا القصه هتبقى رخمه شويتين، هتعمل لوز ل 3 الكترونز وفي نفس الوقت البورون يا مستر محمد موجوده في البيريود نمبر 2 لكن الالومنيوم موجود في بيريود نمبر 3، يعني الالومنيوم نزل تحت اكتر فبالتالي تقل عنده قيمه الايونيزيشن بوتنشال. بيقول لك which of the following properties increase in the same group and decreases in the same period in the periodic table؟ مين في دول يا ابراهيم الصفه اللي بتزيد في الجروب وبتقل في البيريود؟ قال لي طب ده عبيطه قوي وسهله. صفه بتنكريز في السيم جروب وديكريز ان ذا سيم بيريود هي ما كانش فيه غير الاتوميك ريديوس، لان التراها التانيين دول زي بعض بالظبط. الالكترون نيجاتيفيتي بتزيد عندي في البيريود، تمام؟ الالكترون افينيتي بتزيد في البيريود، ايونيزيشن بوتنشال بتزيد في البيريود. خش على اللي بعده هنا. بيقول لك ان ا هيدروجين اتوم which of the following transition produce photon with higher energy؟ بيقول لك في حاله الهيدروجين اتوم ايه النقله بتاعت الالكترون اللي هتطلع لك فوتونز ليها اكبر طاقه؟ طب ما يلا نشوف بس الانرجي ليفل كان شكلهم عامل ازاي. يلا هيم. يلا مستر محمد ادي اول انرجي ليفل كي، ادي تاني انرجي ليفل ال، ادي تالت انرجي ليفل ام، ادي الرابع ان، خامس او، سادس بي، سابع كيو. حلو. بيقول لك يا ابراهيم مين الالكترونز اللي هيعمل نقله وينتج فوتونز ليها اكبر انرجي؟ هل اللي هينط من انرجي ليفل التالت؟ اه هيعمل جامب من انرجي ليفل نمبر 3 ل 1. بص يا ابراهيم الجامب دي قد ايه؟ فبالتالي هينتج فيها طاقه كبيره. طب تيجي نبص على بي، هو هيعمل كومبليت جامبنج من 5 1 2 3 4 5، قال لي 5 اهي، هيعمل كومبليت جامبنج ل 3 3 يعني يرجع هنا. طب تمام. هل يا ابراهيم الديستانس دي زي الديستانس دي؟ مين اكبر ديستانس هنا هيما بسرعه؟ الديستانس دي ولا دي؟ الاولى ولا الثانيه؟ لا ماشي، اللي هي من ام لكي ولا من اول ام؟ لا من ام لكي، من ام لكي مسافه اكبر، فبالتالي يبقى كده هينتج طاقه اكبر ولا اقل؟ طاقه اكبر، فبالتالي هيكون عندي اختيار ايه؟ طب ليه مش سي او دي؟ قال لي ما فيش انرجي ليفل رقمه 12 ولا 22.
تمام. خش على 16 بيقول لك which of the following represent an electronic configuration of an excited atom. ايه يا شباب الالكترونيك كونفيجريشن لاتوم اكسايتد مش في حالتها الطبيعيه؟ يعني الالكترونز عندها عمل جامب تو هاير انرجي ليفل عندنا يا شباب. تمام يا شباب نبص بسرعه ونشوف. اول اليمنت ال1 اس2 ممليه، قال لي اه. ال2 اس2 مكتمله، قال لي اه. واللي باقي اتحط في ال2 بي 1 يبقى دي كده مش اكسايتد ومفيش اي الكترونز، عمل كومبليت جامبنج او عمل جامب الهاير انرجي ليفل يبقى دي كده مش اكسايتد. خش على اللي بعده ال1 اس2 دي ممتلئه، اه ممتلئه. ال2 اس2 دي كومبليتلي فيلد، كومبليتلي فيلد. واللي باقي اتحط في ال2 بي يبقى دي برده مش اكسايتد، يبقى مش هنفع اختار بي. خش على سي، ال1 اس2 كامله، اه. ال2 اس2 كامله برده، اه. ال2 بي كامله، لا. ال2 بي فيها كام الكترون؟ قال لي اه فيها 2 الكترونز، وفي الكترون راح لل3 اس1 يبقى هنا في الكترون عمل جامب يبقى دي كده اكسايتد. والاخيره ال1 اس2 تمام، 2 اس2 تمام، واللي بقى اتحط في ال2 بي يبقى اجابته الصح هي سي. يلا عشان ندخل على سؤال 17 بنقول ان ذا رياكشن ClO3 نيجاتيف بلس 5 Cl نيجاتيف بلس 6 H بوزيتيف طلع 3 Cl2 بلس 3 H2O، وبيسالك مين الاوكسيدايزنج اند ريديوسنج ايجنت ريسبكتيفلي. بسرعه يا شباب، انا عندي ال ClO3 نيجاتيف، قال لي يلا يا مستر محمد نحسب بسرعه الاوكسيديشن نمبر لكل واحد ونفهم. يلا بينا. Cl بلس 3O الكلام ده كله ايكوال، قال لي ايكوال نيجاتيف 1. طيب العمل، قال لي يا مستر محمد هنا ال 3O انا عارف ان الO في كل حالاتها بنيجاتيف 2 او اغلب حالاتها بنيجاتيف 2 تمام، بلس Cl تبقى Cl هنا بكام؟ قال لي 3 تايمز نيجاتيف 2 يعني نيجاتيف 6. نيجاتيف 6 يا مستر محمد راحت الناحيه الثانيه بالبوزيتيف تبقى بوزيتيف 6 ماينس 1 يعني بوزيتيف 5. ده كده السي ال. طب ده كلام جميل قوي، ماشي نخش على اللي بعده. هنا يا مستر محمد انا السي ال عندي ماله؟ حصل له ايه؟ قال لي السي ال هنا خرج 0 يعني السي ال كان داخل بوزيتيف 5 خرج 0، قال لي اه. ليه يا مستر محمد السي ال خرج بزيرو؟ عشان قلت لك ان السي ال جوه الداي اتوميك موليكيول بتبقى بالشكل ده سي ال بوند سي ال، يعني قيمه كل واحده فيهم بزيرو لان الالكترونز ما قربتش لاي اتوم فيهم. فبالتالي من بوزيتيف 5 لزيرو يعني كده البوزيتيف تشارج قلت والنيجاتيف تشارج زادت، يعني حصل عمليه تلقب باسم ريدكشن. ريدكشن يا مستر محمد، قال لي اه ريدكشن، يعني بسرعه السي ال او 3 حصل له ريدكشن يعني هو الاوكسيدايزنج ايجنت. يبقى انا كده يا مستر محمد اول حاجه خالص السي ال او 3 نيجاتيف ده الاوكسيدايزنج ايجنت، يبقى انا كده مش هينفع اختار لا ايه ولا ينفع اختار دي عشان الاول بتاعهم مش سي ال او 3 نيجاتيف لكن سي وبي اولهم سي ال او 3 نيجاتيف. طيب الهيدروجين يا مستر محمد، الهيدروجين والسي ال بسرعه حصل لهم ايه؟ بص يا كبير هنا انت عندك السي ال دخلت بنيجاتيف حلوه قوي وخرجت بزيرو، خدت بالك هنا ان السي ال دخلت ايه؟ نيجاتيف حلوه قوي خرجت زيرو، السي ال دخلت نيجاتيف خرجت زيرو مظبوط، يعني كده عملت ايه؟ قال لي يعني كده البوزيتيف تشارج هي اللي هتزيد لان النيجاتيف تشارج قلت، يعني هنا حصل عملية اسمها عملية اوكسيديشن والعامل ده هيبقى اسمه ريديوسنج ايجنت، يبقى انا اجابتي هتكون بي. تمام خش على بعض. سؤال 18 بنقول which atom in its ground state could have an electron with quantum number n equal 3 l equal 2 m l equal 0 m s positive half. واحدة واحدة يا شباب، انت هنا عندك ال n equal 3 يبقى انت هنا عندك المين انرجي ليفل او البرنسبل انرجي ليفل equal 3. ال l equal 2، ال l equal 2 يا شباب يعني كده بنتكلم على كود الشقه رقم 2. طب ايه كود الشقه؟ نفتكرها بسرعه من الشرح. انت عندك ال s كان الكود بتاعته اللي احنا فهمناها في الشرح يعني كودها كان 0، يعني ال l equal 0 بالنسبه لل s، وال l كانت equal 1 بالنسبه لل b،
والال كانت ايكوال تو بالنسبه للدي، والال ايكوال 3 بالنسبه للاف. يبقى هنا انت بتتكلم على طول يا مستر محمد، الال ايكوال تو يعني 0 1 2 اس بي دي، يبقى دي 3 دي. طيب 3 دي 0 يعني ايه؟ الام ال ايكوال 0. اقول لك بسرعه، انت ايه هي قيم الام ال؟ قيم الام ال يا مستر محمد كان بيبدا من نيجاتيف ال وتنتهي عند بوزيتيف ال. يعني ايه؟ قال لي الدي في 5 اوربيتال 1 2 3 4 5، بتبدا من اول نيجاتيف ال، يعني نيجاتيف 2 نيجاتيف 1 0 بوزيتيف 1 بوزيتيف 2. الالكترون ده موجود فين؟ قال لي موجود في الام ال ايكوال 0، يعني الالكترون ده موجود هنا بوزيتيف 5، يعني روتيت كلوك وايز بيلف مع عقارب الساعه وباصص فوق، يبقى اللي قبليه لازم يكونوا مملئين يا مستر محمد بالشكل ده. طيب حلو، ماذا بعد؟ ايه تاني؟ اقول لك يا عمنا ايه تاني. بصوا شباب، انت هنا وصلت ان 3D فيها 3 الكترونز. طب هو قبل ال 3D كان فيه ايه؟ قال لي بسرعه افتكر، انت عندك كان فيه الارجون 18 ثم 4S 2 3D 3. طيب نسمي الله، بسم الله الرحمن الرحيم، 18 بلس 2 يبقى انت كده 20، 20 بلس 3 يبقى 23. من الاليمنت اللي في الاختيارات ليه اتوميك نمبر 23؟ قال لي هو البنديوم، يبقى اجابتك هتكون دي. بيقول لك في سؤال 19 6 جرام اوف كربون، ماشي ادي الكربون. react completely، react completely، خد بالك من كلمه react completely دي قوي، تمام؟ احنا هنفكرك بحته في اولى ثانوي. react completely with مين؟ قال لي react completely with 16 جرام اوف اكسجين O2. قال لك to produce 22 جرام من مين؟ قال لك من الكربون دايكسايد جاز. يعني هنا طلع لك CO2 الماس بتاعتها كام؟ قال لي 22 جرام. طيب انت ليه يا مستر محمد قلت لي كومبليتلي؟ عشان اعرفك ان الكربون بتاعك هو كان اسمه ليميتنج رياكتنت. يعني ايه ليميتنج رياكتنت؟ يعني هو اللي الماس بتاعته انتهت كلها واتفعلت كلها. يعني هنا يا مستر محمد هو بيسالني بعدها بيقول لي which is produced from mixture forming 24 جرام اوف كربون. هو بيسالك بيقول لك ايه هي الماس اوف كربون دايوكسيد؟ عايز يعرف هيطلع ماس قد ايه من الكربون دايوكسيد؟ امتى؟ قال لك لما تستخدم، لما تستخدم ايه؟ قال لك تستخدم 24 جرام كربون، 24 جرام كربون. حلو، with 100 جرام اكسجين. طب ليه انت مستر محمد في حساباتك ما حطيتش الاكسجين وحطيت ماسز الكربون بس؟ ايا كان ال6 حطيتها فوق او ال24 حطيتها تحت، عشان قلت لك ان الكربون ده ليميتنج رياكتنت، انتهت الماس بتاعته كلها خلال التفاعل، فبالتالي هو الرقم الحقيقي اللي اتفاعل كله. لكن ايا كان ال 16 جرام دي او ال 100 جرام دول مش هتفعلوا كله، هيتبقى منه. فهنا بقول لك لو في 6 جرام من الكربون بينتجوا لك 22 جرام من الكربون دايوكسيد، يبقى 24 هينتجوا لك كام جرام من الكربون دايوكسيد؟ ساعتها هتقول ان الاكس ايكوال 24 times 22 over 6. في الغالب تطلع معاك بتهيألي 88 غالبا، يعني من غير ما احسبها على الكالكوليتر. تمام، نخش على question number 20. بنقول which of the following are not deflected by the effect of the charged plate. يعني لو انا جبت charged plate، يعني ايه يا مستر محمد؟ جبت charged plate بالشكل ده، تمام، وهعدي منه هيدروجين اتوم، وهعدي منه كاثود راي، وهعدي منه الفا بارتكل وبروتون. بيقول لك which of the following not deflected، مش هينحرف لما يعدي من هنا. الهيدروجين اتوم هينحرف ولا مش هتنحرف؟ هل هتعمل ديفليكشن ولا مش هتعمل ديفليكشن؟ قال لي لا، الهيدروجين هي الوحيده اللي مش هتعمل ديفليكت، وهي هتبقى الاجابه الصح not deflected. اشمعنى؟ قال لي يا باشا الكاثود راي لما تيجي تعدي ايه اللي هيحصل؟ قال لي هتنحرف وتقرب للبوزيتيف، تمام، والالفا بارتكل لما تيجي تعدي هتقرب للنيجاتيف.
تمام. والبروتونز لما تيجي تعدي تقرب للنيجاتيف لانهم كلهم بوزيتيف تشارجد، يبقى بالتالي اللي مش هينحرف النيوترال وهي الهيدروجين اتوم. 21 بيقول لك what is the name of halogen. هنا بيسألك على واحد من ال 7A جروب اللي هو مين؟ فلوراين، كلوراين، بروماين، ثم ايودين. بيسألك على واحد فيهم which is located in the third period، موجود في البيريود الثالثة. طب اقول لك حتة حلوة والله هتريح عليك كتير وخليك ناصح ووعي لنفسك. ايه هي؟ هو مديك هنا اتوميك نمبر، خد بالك، وعاي معايا مصلحة حلوة قوي. انا هنا عندي فكرة، اولا ممكن اعمل الكترونيك كونفيجريشن، والرقم اللي جنب الاس وجنب البي تحديدا هيبقى جنب البي لان دول كلهم موجودين في جروب 7A اللي هو من البي بلوك، فاخد الرقم اللي جنب البي في التوزيع. طب بس ليه للفرهضة؟ تمام، ما خلينا سمارتر شوية في تفكيرنا. اقول لك حاجة بسيطة، هو بيسألك عن نيم اوف هالوجين اللي موجود فين؟ في الثيرد بيريود. مظبوط مظبوط. طب هو انت عندك اصلا الفيرست بيريود فيها مين؟ الفيرست بيريود ما فيهاش غير تو اليمنت بس، الهيدروجين في اولها والهيليوم في اخرها وبس. ويبدا يظهر الاليمنت بتوع الاس والبي كلهم من اول البيريود الثانيه، يعني كده الفلوراين ده موجود في البيريود نمبر 2، يبقى لو موجود في البيريود نمبر 3 هو الكلوراين، يبقى اجابتي هتكون السي ال. بس ااكد لك اكتر يا عم، ااكد لك اكتر. تعال 1s2 2s2، انا بوزع 17 دي خد بالك، 2b6 ثم 3s2 ادي كده وصلنا لغايه 12 ثم 3b كام؟ قال لي 12 يبقى ناقص لي من 17 5. جنب البي في كام؟ قال لي 3، بفعل ده اللي في البيريود 3 بس كده. يبقى كده يا شباب خلاص سؤال 21. يلا بسرعه عشان ندخل على الاسي. بيقول لي ديديوس ويذ اكسبلينيشن، قول مع التفسير، ذا اوكسيديشن نمبر اوف اليمنت هوز لاست الكترون، اخر الكترون للكوانتم نمبر دول، وقال لك ال ايكوال 0. اوبا كود الشقه 0 مين؟ قال لي هي الاس. يبقى اذا الاليمنت اللي الالكترون بتاعه اخر الكترون موجود في الاس، يعني ده كده اليمنت متواجد في الاس بلوك، يعني الاليمنت ده وارد يكون يا اما جروب 1A يا اما يكون جروب 2A. طيب قال لك والام اس ايكوال نيجاتيف 2، طب ما هي الاس انت عارف ان هي اوربيتال واحد، والالكترون ده بيبقى بوزيتيف هاف، والالكترون اللي تحت اللي هو انتي كلوك وايز نيجاتيف هاف، يبقى الاس دي فيها 2 الكترونز، يبقى الاليمنت موجود في جروب 2A. موجود في جروب 2A يعني ده ميتال، وما يجي يدخل الكيميكال رياكشن يعمل لوز، فبالتالي يا مستر محمد تبقى قيمه الاوكسيديشن نمبر بتاعته بوزيتيف 2. ده كده اجابه السؤال 22. خش على 23، بنقول ذا اوبوزيت تيبل شوز ذا كوانتم نمبر اوف تو ديفرنت الكترونز ان ذا سيم اتوم. تو ديفرنت الكترونز، الكترونز مختلفه ولكن في نفس الايه؟ في نفس الاتوم. وسالك which of them has higher energy؟ ازاي احكم يا مستر محمد على الانرجي لالكترون؟ كنا نحكم عليها بريليشن ظريفه قوي وهي ال n بلس l. طيب يلا نحسب ال n بلس l فور الالكترون x. طب الالكترون x ال n بتاعته ايكوال 4، يبقى 4 بلس ال l ايكوال 3 يبقى 7. يلا نحسب نفس الكلام بس للالكترون واي. تمام ال n الالكترون واي ب 6 بلس ال l ايكوال 0 يبقى بلس 0. 6 بلس 0 ايكوال 6. يبقى شباب لما قلت 6 بلس 0 طلعت معايا 6، واللي فوق قلت 3 بلس 4 طلعت معايا 7، يبقى الاعلى في الانرجي هو x. يبقى كده يا شباب ده الهاير انرجي. خش على 24. بيقول شباب في 24 the following figure represent a section in the periodic table، مقطع في البيريودك تيبل. calculate the difference between the number of elements in S block and number of elements in B block، عايز الفرق في الاليمنت بين الاس وبين البي. طيب الاس فيه كام الكترون؟ تعال نشوف 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. يبقى 12 اليمنت موجودين في الاس. تمام البي 1 2 3 4 5 6 تمام، بعدها 1 2 3 4 5 6 6
تايم 6 يعني 36 يعني كده البي موجود في 36 element. انا عديتهم كده يا شباب جبت ده وده وعملتهم 200 تايمز بدل ما افضل اعد واحده واحده تمام عشان نخلص على طول. طيب حلو يا مستر محمد كده الاس 12 والبي 36 ماينس يا باشا على طول 36 عشان هو عايز ايه قال لك كالكوليت ديفرنس حلو بتوين element of s block والelement of b block 36 minus 12 تطلع معاك 24 element. طيب السؤال اللي بعده بيقول لك what is the missing block in this table. البلوك اللي مش مكتوب ده الاس وده البي وده الدي يبقى اللي ناقص هو الاف بلوك. ده question 24 يا شباب. خش على 25 بيقول لك which of the following graphical figure represents the graduation or the graduation of the basic property of oxide of the element in the third period. صلوا على النبي عليه الصلاه والسلام. في البيريود ايه اللي كان بيحصل للبيزك بروبرتي؟ قال لك البيزك بروبرتي كان بيحصل لها ديكريز. طب ليه؟ اقول لك لان البيزك بروبرتي يا مستر محمد كانت متعلقه بالميتاليك بروبرتي وانت الميتالز عندك موجودين في اول التيبل فبالتالي طول ما انت بتمشي في البيريود الميتاليك بروبرتي بتقل فبالتالي البيزك بروبرتي بتقل. طيب يا مستر محمد يعني اختار فيجر ايه او فيجر 1 ولا فيجر 2؟ قال لك فيجر 2 البيزك بروبرتي بتقل وجت زادت بعد كده البي. قال لي لا هي على طول بتقل كده يبقى اذا هتكون فيجر 1. 26 what are the number of completely filled orbital and the partially occupied by electron in the gaseous state of the atom element of vanadium او atom of vanadium element 23. وزع يا باشا على طول vanadium v 23 مالنا نوزع بطريقتين يا اما نيرس نوبل جاز ارجون 18 ثم 4s 2 3d 2 18 20 يبقى هنا نايس لك 3. طيب ادي اوربيتال 2 3 4 5 3 الكترونز اهم. طب ده كلام جميل يبقى انت عندك البارشلي occupied orbitals اللي 3 orbitals اهم ادي orbital وادي الثاني وادي الثالث partially. طب ده كلام جميل حلو قوي يا مستر محمد لغايه دلوقتي الكلام ده. ال completely filled orbital قال لي عد بقى شوف انت عندك كام orbital قبلها. انت عندك قد ال 4s في ايه 1s 2 2s 2 2b 6 3s 2 3b 2 يبقى كده اس اس بس بس ثم دبس يبقى كده 3 دي كام 3 دي 3 يعني عد 2 2 6 10 حلو ثم 2 و 6 و 2 كده بنقول 20 و 3 يبقى 23 تمام عشان احنا كنا كاتبين هنا 2 انا عدلتها خليتها 6 عشان البي بتشيل 6 الكترون. المهم قلنا البارشالي 3 اوربيتالز هنا ده في 1 اوربيتال والبي فيها 3 اوربيتال والاس 1 اوربيتال والبي 3 اوربيتال والاس 1 والاس 1 يبقى 1 1 2 بلس 3 5 6 بلس 3 9 يبقى عندك 10 اوربيتالز كومبليتلي فيلد و 3 اوربيتال partially occupied with electron. تعالى يا شباب ندخل على question number 27 بيقول لي في 27 يا مستر محمد بيقول لي complete the four quantum number احسب لي الفور quantum number of the last electron in element y لاخر electron موجود في ال element y تمام. المعلومه اللي مديهاني قال لي knowing that it follow the element x in the same period موجود بعد ال x في نفس ال period بمعنى لو element x الاتوميك نمبر مثلا بتاعه ب 12 يبقى الاتوميك نمبر للواي او لو الاتوميك نمبر للاكس 11 يبقى الاتوميك نمبر للواي 12 عشان بعده في نفس البيريود. طيب تعالى بقى نشوف الاليمنت x هو مديني الفور كوانتم نمبر لاخر الكترون في الاكس. خد بالك اخر الكترون في الاكس يعني ايه؟ يعني اخر الكترون في الاكس الالكترون اللي هيزيد بعديه في الواي
هيكون موجود بعد الالكترون ده، لان اخر الكترون في الاكس دول الفور كوانتم نمبر بتوعه، وواي هيزيد عن اكس بالكترون، فبالتالي هيكون الالكترون اللي بعد الاكس على طول هو اخر الكترون في الواي. طب يلا نشتغل. element x اخر الالكترون موجود عنده في الدي، موجود في الان، الانرجي ليفل نمبر 3. تمام، ليه حضرتك قلت في الدي؟ عشان خاطر ال L2، وانت عارف فين ال L equal 0 في ال S، L equal 1 في ال P، L equal 2 في ال D، يبقى 3D. طيب ال 3D كان فيها كم orbital؟ قال لي اهي فيها 5 orbitals، 1 2 3 4 5. قيم ال M اللي تبدأ من نيجاتيف L اللي هي نيجاتيف 2 نيجاتيف 1 0 بوزيتيف 1 بوزيتيف 2. تمام، يعني الالكترون ده موجود فين؟ موجود في بوزيتيف 2. حلو، يعني الالكترون ده موجود هنا، وخد بالك ده نيجاتيف هاف، يعني انتي كلوك وايز، يعني كده باصص لتحت بالمنظر ده. قال لي ده هو ما يبصش لتحت اصلا غير لما يكون كل اللي قبليه مملئين، او يكون كل اللي قبليه كومبليتلي فيلد بالمنظر ده. تمام، يعني دي يا مستر محمد ممتلئه؟ قال لي اه. قال لي يعني الالكترون اللي بعدها هيبدا يخش في اللي بعد ال 3D. مين الصبليب اللي بعد ال 3D يا مستر محمد؟ اعرفها من الاس اس بس. بس ازاي؟ اقول لك اس اس بس بس ده بس. تمام، يعني اذا انت الدي دي خلصتها، يبقى الالكترون اللي جاي هيخش هنا في البي. اقول لك ليه؟ 1s 2s 3s 4s 2b 3b 4b وهنا 3d. ال 3d بخلصت، خش على الالكترون اللي بعد كده في 4b، يبقى كده ال n بتاعته هتساوي 4. حلو، وال l بتاعته هتساوي كام؟ قال لي هو في البي، يعني ال l بتاعت البي ايكوال 1. تمام، ال m l بتاعته يا مستر محمد؟ قال لي بسرعه البي ما فيهاش غير 3 اوربيتال، 1 2 نيجاتيف l بوزيتيف l، نيجاتيف 1 0 بوزيتيف 1. كلام جميل. الالكترون ده هيبقى موجود فين؟ الالكترون موجود هنا، يعني نيجاتيف 1. باصص لفوق؟ اه، يعني بوزيتيف هاف. تمام كده يا شباب؟ وكده يا شباب نكون خلصنا السؤال 27، ويكون خلص معاه الاكزام موديل نمبر 1. يلا بسرعه يا شباب نكمل اكزام موديل 2. كتاب المعاصر. اول سؤال يا شباب بيقول لي وات از ذا نمبر اوف ذا انر ترانزيشن اليمنت ان بوث fourth and fifth period. خدت بالك يعني ايه inner transition element؟ يعني element موجودين في الاف. طب هو انت الاف بلوك كان بيبدا زورها من اول البيريود كام؟ الاف بلوك كان بيبدا زورها من اول البيريود 6 وبيريود 7 اخر 2 بيريود في الجدول. حلو، يعني بيريود 4 ما فيهاش transition element inner، ما فيهاش element بتوع الاف، ولا البيريود 5 فيها، ده بيبدا زورهم من اول بيريود 6 و7، يبقى كده عدد الاليمنت هيبقى 0. question number 2 بنقول if the OFPO principle is neglected in distributing the electrons. لو اهملنا التوزيع بالOFPO principle. حلو، the electron of the element calcium Ca20 would located in انهي بلوك؟ لو احنا هنوزع واحنا مهملين الOFPO. يعني ايه مهملين الOFPO؟ افهمك، اول energy level عندك اللي هو الS، او اول energy level اساسي اللي هو ال1 اللي هو K1، ما فيهوش غير 1S. يجي بعد الانرجي ليفل الثاني اللي هو مين؟ قال لي اللي هو الانرجي ليفل الثاني ال، ال ما فيهوش غير 2s و 2b. الانرجي ليفل الثالث يا مستر محمد ما فيهوش غير 3s 3b و 3d. طب هو الطبيعي ان انا كنت بوزع كده؟ هل هي كده ماشيه بنفس طريقه الاس اس بس بس؟ قال لي لا. طب ليه حضرتك عملتها كده؟ عشان هو قال لك if the OFPO principle is neglected او اهملناها، يعني ما بنوزعش طريقه الاوفبو او البيلدنج اب، يبقى كده الكالسيوم هيقع في انهي بلوك؟ قال لي انا نوزع 1s2 2s2 2b6 ادي كده دول 10، بعدها 3s2 ادي كده 12، بعد 12 باقي لك كام الكترون؟ قال لي باقي لي 8. قال لي دول على طول بشكل تلقائي يتحط هنا 6 ويتحط هنا 2. يلا نعد سوا، يلا 2 2 6 ادي كده 10، و 2 6 و 2 ادي كده 20.
اخر سبليفل انت موجود في 3 دي. يبقى اذا احنا بنتكلم ان الكالسيوم كان ممكن يكون موجود في الدي بلوك لو كنا اهملنا الاوفبو برينسيبل. كويستشن نمبر 3 بيقول لك what is the atomic number of element in which orbital 4b الاوربيتال 4b sub level contain highest possible number of single electron. طيب ده البي 1 2 اكبر عدد من البوسيبل او اكبر عدد من السنجل الكترون اللي موجود عندك يعني 1 2 3. قال لي يعني ال 4 بي يكون فيها 3 الكترونز. اه املى بقى اللي قبليه بسرعه اللي هم مين 1 اس 2 اس 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 2 بي 3 اس يبقى كده اس اس بس بس تمام. ثم بعد كده يجي مين دبس دبس بسرعة مين دبس دبس اهي 3D و4B. هنا في 3 يبقى هنا لازم يكون في 10 وهنا 2 وهنا 6 وهنا 2 وهنا 6 وهنا 2 وهنا 2. عد بسرعة 2 2 6 ادي كده 10 و 2 6 و 2 ادي كده 20 و 3 او 10 كده 30 و 1 يبقى 33 اللي هي C. خش على نمبر 4. يلا عشان ندخل على question number 4. بنقول which of the following element has higher ionization potential. انت عارف ان اعلى ionization potential موجود في النوبل جاز. يبقى انا كده هختار يا اما A يا اما B. بس خد بالك ان انت عندك انت عارف ان وانت ماشي في ال period ال ionization potential بالdecrease. تمام. لا العكس. يلا بينا عشان ندخل على question number 4. بنقول which of the following elements has higher ionization potential. طب واحدة واحدة. انت عارف انه انت ماشي في البيريود ال ionization potential increase. اوكي. وانت نازل في الجروب ال ionization potential decrease. تمام. يبقى كده اكبر ايونيزيشن بوتنشال عندك موجود في المودرن بيريديك تيبل موجود في النوبل جاز. يعني كده هستبعد سي واستبعد دي. اجاباتي يا اما A يا اما B. اوكي تمام. بس اختار الهيليوم ولا النيون؟ قال لي خد بالك الهيليوم هو اول نوبل جاز والنيون بعديه. يعني انت كده بتنزل في الجروب يعني كده هيبدا الايونيزيشن بوتنشال يقل. يبقى خليك في الاول اللي هو الهيليوم. تمام. خش على كويستشن 5. بيقولك in Rutherford's experiment upon falling a beam of هو in Rutherford experiment في تجربة Rutherford هو Rutherford استخدم ايه؟ قال لي Rutherford استخدم الالفا بارتكل. حلو. استخدم الالفا بارتكل يا مستر محمد. وبعدين الالفا بارتكل دي كانت بتشبه مين؟ قال لي كانت بتشبه الهيليوم نيوكلياي او الهيليوم نيوكليوس. تمام. حلو. يعني انا كده بيتا مش هختارها، جاما مش هختارها، الهيليوم اتوم لا لانه قال اتوم، لكن هختار دي لانه هيليوم نيوكلياي. 6 بنقول understanding the movement of the electron. تمام. فهم حركه الالكترونز in the atom is based on all the following. يعني كل اللي عندك دول اتكلموا على حركه الالكترون ما عدا مين يا مستر محمد؟ قال لي واحده واحده. هو بيقول لك except Rutherford experiment which proved the presence of the nucleus. تمام. Rutherford ماشي اتكلم عن الالكترونز وعن حركه الالكترونز. تمام. وهو قال لك حركه الالكترونز معنا مين اللي ما اتكلمش عن حركه الالكترونز؟ دي براولي. researches which clarify the nature of electron. دي براولي اتكلم يا مستر محمد في سؤال نمبر 6 هل اتكلم عن حركه الالكترونز؟ قال لي والله احنا هنكمل بقيه اجاباتنا وهم اللي هيردوا علينا. بس دي براولي انا مش حاسسها قوي ان هو اتكلم عن حركه الالكترونز. بس نبص على سي. بور موديل اوف ذا اتوم ويتش بيزد اون هيدروجين. لا اتكلم عن حركه الالكترونز مش هينفع اختار. انا عايز اختار حد ما اتكلمش عن حركه الالكترونز. شرودنجرز ايكويشن ويتش انتروديوس ذا كونسبت اوف ذا اوربيتال. لا ده اتكلم عن مكان وتواجد الالكترون. يبقى اذا مش هينفع اختارهم وهتكون اجابتي عندي هي نمبر بي يا شباب.
يبقى كده اجابتي في نمبر 6 كانت بي. حلوه قوي. يلا نخش على نمبر 7. بنقول ذا ويكست هالوجين اسيد، اضعف هالوجين اسيد. انت عارف كده كده اصلا ان الاسيدز خصوصا الهالوجين كان بيبداوا بال HF ثم HCl HPR HI تمام. وكل ما الريدكس يكون اكبر كل ما يكون فقد الهيدروجين اسهل وكل ما يكون الاسيد اقوى. طب مين اصغرهم ريدكس؟ اللي هو الفلورين. يبقى بالتالي مش هيفقد الهيدروجين بسهوله وبالتالي هيكون اسيد ضعيف لانه ما طلعش هيدروجين في الميه. يبقى الويكست هيدروجين اسيد هو ال HF نمبر C. خش على نمبر 8. يلا شايف على كويستشن نمبر 8. بنقول what is the number of the orbitals which can be occupied by electrons in the sixth period in the periodic table where electrons have or has a quantum number ML positive 3. واحدة واحدة. يعني يا مستر محمد ML positive 3؟ قال لي positive 3 يعني انت بتتكلم ان ال L قيمتها ب positive 3؟ قال لي اه. او ال L قيمتها ب 3 تمام. ال L لو ب 0 S، لو ب 1 P، لو ب 2 D، ولو ب 3 يبقى كده F. يبقى مثلا عندك كام اوربيتال؟ عندي 1 2 3 4 5 6 7. What is the number of orbitals which can be occupied by electron in the sixth period in the periodic table where the electronic or when the electron has the quantum number equal ML positive 3. طيب يا مستر كده عدد الاوربيتالز اللي موجود او هيشيل الكترون في السكس بيريود في البيريود السادسه هيكون قد ايه اوربيتال زي مستر محمد؟ انت شايف كده هيكون كام اوربيتال لو الام ال بوزيتيف 3؟ خد بالك هنا نيجاتيف 3 نيجاتيف 2 نيجاتيف 1 0 بوزيتيف 1 بوزيتيف 2 بوزيتيف 3. اذا انت بتتكلم ان الاليمنت اللي هيكون ليه بوزيتيف 3 يبقى انت كده بتقول ان هو 1 اليمنت. ليه؟ عشان انت عايز الكترون ملهوش قيمه ام ال غير بوزيتيف 3، يعني مش موجود غير هنا وهنا في السكس بيريد مش هيكون غير اليمنت واحد تمام. هتقول لي ليه يا مستر محمد؟ ما ممكن نحط الكترون تاني يا حبيب قلبي، ما هو اصلا كده كده هيبقى 2 الكترون عشان يبقى مور ستيبل تمام. ده بالنسبه لسؤال 8. خش على سؤال نمبر 9. بنقول يا شباب في سؤال نمبر 9 بسرعه بنقول وان اوف ذا ستودنت اسيم رونجلي، واحد من الطلاب حسب غلط ذات ذا تو الكترونز اكس اند واي ويتش ار ان ذا سيم اتوم. الاكس والواي الكترونز دول في نفس الاتوم وهو للاسف حسب لهم الفور كوانتم نمبر هم. يبقى شباب سؤال نمبر 9 بيقول لي ايه؟ بيقول لي one of the students assume wrongly، واحد من الطلاب حسب غلط that the two atom او that the two electrons sorry x and y the two electrons x و y which are in the same atom. خد بالك ال two electrons في نفس الاتوم having the following quantum number، وللاسف ال two electrons ليهم نفس ال four quantum number. هل ينفع two electrons في نفس الاتوم يكونوا نفس ال four quantum number؟ قال لي لا طبعا. في نظريه مهمه جدا قالت لي ما ينفعش يكون موجود عندي، وهي مين؟ وهي مبدا باولي اكسكلوجن برنسبل. يبقى وات از ذا رول اور ذا برنسبل ويتش اكسبلينز ذس ميستيك، اللي شرحت الخطا ده هي. يلا عشان ندخل على كويشن نمبر 10 بنقول ويتش اوف ذا فولوينج ايكويشنز ريبريزنت ذا الكترون افينيتي اوف ذا برومين. خد بالك الالكترون افينيتي كانت بتحصل عندي لاكسجين. يلا عشان ندخل يلا بينا يا شباب ندخل على question number 10. بيقول ايه؟ بيقول which of the following equations represent the electron affinity of the bromine. ماشي bromine gaseous atom تمام، والالكترون affinity قال يعني الجازيوس اتوم تعمل gain ل 1 electron
جين 1 ايه؟ قال لي جين 1 الكترون، وهتحول بعدها على طول انتو نيجاتيف ايون. طيب حلو جدا، جين 1 الكترون ايه اللي حصل هنا يا مستر محمد؟ بص يا باشا، مين هنا عمل جين 1 الكترون؟ هل ايه يعمل لوز؟ هل بي؟ لا بي فعلا عمل جين 1 الكترون يا مستر محمد، لانه داخل 0 طلع نيجاتيف 1. طب هل دي؟ لا هو داخل بوزيتيف، فبالتالي ما ينفعش اختارها. طب هل هنا بي ار 2؟ بي ار 2 يعني لازم تكتسب 2 الكترونز، هو كاتب 1 يبقى مش هينفع اختارها، واجابتي هتكون بي. يلا شباب نكمل كويستشن نمبر 11. بيقول لي which of the following loses electrons in the redox او oxidation and reduction reaction. مين فيهم بيعمل لوز للالكترون؟ خد بالك، لوز للالكترون يعني نيجاتيف تشارج قلت، بوزيتيف تشارج زادت، يعني كده ايه يا ايمو؟ لازم تسيح يعني، ما شافوهمش هما بيسلقوا، شافوهم هما بيتحاسبوا. حبيبي ايمو والله حاسس بيه، حاسس بيه زي الفل. يلا بينا هيمة. بنقول في question 11 which of the following loses electrons in the redox. ماشي يعني الالكترونز قلت والبوزيتيف تشارج زادت. طب ده كلام جميل، يعني كده حصل عملية اوكسيديشن. حلوة قوي، حصل عملية اوكسيديشن يا مستر محمد. اه حصل عملية اوكسيديشن، يعني كده اجابتي هتكون نمبر A. تمام كده شباب، يا رب تكون الجزئية دي وصلت. نخش في question اللي بعده. question number 12 يا شباب بنقول فيه ايه؟ بنقول which of the following is correct application of the postulates of Dalton's theory. مين فيهم اللي يعتبر تطبيق صحيح على Dalton's theory؟ يلا بينا. اول واحده the atom of the sample of iron are not necessarily similar. مستحيل، لازم الاتومز بتاعت الايرن تكون متشابهه، وده اللي قاله Dalton's، ان الاتومز of the same element are similar، أو masses of atom of same element are similar. B. Hydrogen substance is formed of very minute particles called ion. كلمش عن الأيونز تماما. C. Water is formed from hydrogen and oxygen element in a constant weight ratio. دالتون قال كده، وده القانون اللي هو حطه يا شباب. تمام؟ نتأكد برضو إن دي غلط. Carbon and hydrogen element combine with different weight ratio. لا. Compound with constant weight ratio عشان تعمل لك الكومباوند اللي عندك ايا كان ايه هو. يبقى كده 12C. نخش على 13. On the absence of magnetic field، في غياب magnetic or electric field which affect the tube of the cathode ray. بيقول لك لو مفيش magnetic field ولا electric field بيأثروا على الكاثود ري، كده الري دي هيحصل لها ايه؟ هل هيحصل لها not formed؟ لا، هي الري موجوده زي ما هي، بس هتمشي في خط مستقيم في straight line. قول لي ليه؟ لان مفيش اي magnetic field او electric field يعمل لها deflection او ياثر على اتجاهها. حلو قوي. خش شباب بسرعه على question number 15. بنقول when an electron transfer from higher energy level to lower energy level. لما الالكترون يتحرك ويجي من انرجي ليفل اعلى لانرجي ليفل اقل، ايه اللي هيحصل؟ من انرجي ليفل اعلى لانرجي ليفل اقل يا مستر، يعني هل هيعمل ابزوربشن للسبيكترم؟ لا، ده كده لو هو هيتحرك من لور تو هاير، انما هو من هاير تو لور، يعني هيفقد يعمل اميشن للسبيكترا اللي هي بي. وسي مش هيطلع الفا بارتكل، ودي كده مش هختارها. خش على كويستشن 16. Which of the following element has a similar chemical properties to magnesium element Mg12؟ بيقول لك مين اللي عنده نفس الكيميكال بروبرتس للمغنيسيوم Mg12؟ كده يبقى انت عايز element موجود في نفس الجروب بتاع الMg. طب موجود في نفس الجروب معاه، يعني الاثنين منتهيين بنفس الالكترونز، يعني المغنيسيوم 1s2 2s2 2b6 3 S2. انا محتاج حد يكون منتهي ب S2 يا مستر محمد. مين في الدنيا ينتهي ب S2؟ قال لي هنا في تريك حلوين قوي، حاجه من الاثنين. لو انت عاكل بريديك تيبل هتبص المغنيسيوم وتشوف مين تحتيه، فتحت المغنيسيوم في المودل بريديك تيبل هتلاقي الكالسيوم، وتاكيد برضه عشان نوزع على شباب، الكالسيوم 1S2 2S2 2B6 3S2 3B6
بعدها 3s2 و3b6 وبعدها 4s2. تمام، انتهى ب 4s2 او انتهى ب s2، يبقى اذا موجود معاه في نفس الجروب ونفس الكيميكال بروبرتس بتاعته. 17 which of the following represent the possible quantum number of the last electron of nickel Ni28. بسرعة. أرجون 18 ثم أرجون 18 ثم بعدها 4s2 كده يا مستر محمد. 4s2 تمام، 4s2 بلس 18 يبقى 20، كده ناقص لك 8 يبقى 3d8. طب ده كلام جميل. ال 3 دي يا مستر محمد موجود فيها كام اوربيتال؟ قال لي موجود فيها 5 1 2 3 4 5. بيبداوا من 0 او بيبداوا من نيجاتيف ال، هو ال بتاع دي بكام؟ ال اوف دي ايكوال نيجاتيف 2 لغايه بوزيتيف 2. مش هو الاس ب 0 والبي ب 1 الدي ب 2 يبقى نيجاتيف 2 نيجاتيف 1 0 بوزيتيف 1 بوزيتيف 2. طب ده كلام جميل. هو عايز اللاست الكترون، انت ادينا فيها كم الكترون؟ فيها 8 1 2 3 4 5 6 7 8. انت عايز القيمه بتاعت الالكترونز ده. ده موجود فين؟ قال لي موجود في ال n equal 3، يبقى انا كده عايز ال n equal 3 اللي هم كلهم n equal 3. ثم انا بتكلم ال L بتاعت ال D، ال L بتاعت ال D equal 2، يبقى انا كده ال L بتاعت ال D equal 2 مظبوط. ليهم كله يبقى لسه ما استبعدتش. الالكترون اللي انا موجود في ال ML0، ML0 يعني انا كده معيش A ولا C ولا D، يبقى انا كده اجابتي B. والالكترون ده باصص لتحت انتي كلوك وايز يعني نيجاتيف هاف، يبقى انا كده اجابتي مظبوطه. خش على 18. What is the number of orbitals of F sub level in the principal energy level N equal 3؟ N equal 3 ده يا مستر محمد يعني ايه؟ قال يعني انت بتتكلم على ال N الانرجي ليفل التالت K ال M، وطبعا N equal 3 يعني برضه البيريود التالتة. البيريود التالتة ما فيهاش أي إيليمنت يتوزع فيه F، يبقى إجابتك هتكون 0. تمام؟ خش على 19. Which of the following has the smallest radius؟ مين فيهم ليه أصغر radius؟ أنت عارف إن أنت بما إنه جاب لك بوزيتيف ونيجاتيف ايون، انت عارف ان النيجاتيف ايون بيكون ليه ريديوس اكبر والبوزيتيف ايون بيكون ليها ريديوس اصغر، يبقى انا هنا بتكلم عن الريديوس الاصغر، فانا اذا بتكلم على بوزيتيف ايون لان النيجاتيف ايون يا مستر محمد ليها اتوميك ريديوس او ايونيك ريديوس اكبر. تمام يا شباب. كويستشن نمبر 20 بيقول لي وات از نيم اوف سي ال او 4 نيجاتيف ايون؟ انا فاكر ان كانت النيجاتيف ايون ده كان موجود في اسيد من انواع الاوكسي اسيدز، ده كان اسمه ايه؟ كان اسمه بير كلوريك. بير كلوريك اسيد يعني الجروب دي لوحدها اسمها اللي هي سي ال او 4 نيجاتيف اسمها كلوريت او بير كلوريت. خد بالك بير كلوريت مش بير كلورايت، لان لو كانت ايت كان ساعتها يبقى الاسيد اسمه بير كلوراس اسيد، انما الاسيد اسمه بير كلوريك، يبقى اذا لازم يكون اخرها ATE. 21 اخر سؤال في التشوز بيقول لي the oxidation number of manganese is positive 3. الاكسجين نمبر للمنجنيز بوزيتيف 3، انهي كومباوند هنا يا شباب؟ تعال بسرعه نحسبهم واحده واحده. الكي، الكي هنا يا شباب، وتعال بسرعه نحسبها عشان ما نطولش. الكي مستر محمد بوزيتيف 1، يبقى الكي هنا بوزيتيف 1 بلس الام ان عايزين نحسبها بلس الاو بنيجاتيف 2 تايمز 4 يعني نيجاتيف 8. الكلام ده كله ايكوال 0. نيجاتيف 8 بلس 1 يعني نيجاتيف 7، يبقى الام ان ايكوال بوزيتيف 7. طب هل هو عايز بوزيتيف 7؟ قال لي لا، يبقى كده ايه مش معايا. خش على بي. تمام، بي بيقول لي ايه؟ بي الباريوم يا مستر محمد اللي هو موجود فين؟ قال لي موجود في جروب 2 ايه يعني بوزيتيف 2 بلس 2 مانجانيز 2 ام ان بلس 2 تايمز 4 ب 8، يبقى انا كده عندي 8 تايمز نيجاتيف 2 يعني كده بقول نيجاتيف 16. تمام، نيجاتيف 16 بلس 2 يعني نيجاتيف 14.
يبقى كده ال 2 mn equal positive 14. تبقى ال mn الواحدة هقول over 2, 14 over 2 يعني positive 7. برضه هو عايز positive 3. تمام، خش على C. ال 2 mn احنا عايزين نجيبه بلس ال all واحدة negative 2 times 3 يعني 3 times negative 2 negative 6. تطلع الناحية التانية بالبوزيتيف تبقى 2mn equal positive 6. يبقى الmn الواحدة هقول over 2 يعني positive 3، ودي الإجابة الصح.